الو، دش بارتي، ديش فتيزة كان يلا باي. يا رو اه تركي اوتي رايح، انا ما اقدر اتكلم. ها أحسن. امس، لان امس كنت احاول اتكلم في البارتي، بس كلكم ناس صارخون سبون بعض، ما اعرف شو قلت. هم شغله سنغال غبيه هذه والله. دخلت بارتيز ما كنت نمست. كنت ارمس. منو قال لك ما كنت ارمس؟ والله كنت ارمس. ما حد فين انتوا صار انتوا 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 ترى قحاب، ترى انتوا وسيفو وناصر وعلو كلكم. زعيب، حتى الزعيم هو تسب الزعيم. هو قصدي، لا اسف اسف، الزعيم لا. يا الخنزير يا شفت اخي، الوضع؟ وين ده تاني دخل يوجي يعني. بعد مجموعتي كم مرة عندي مجموعتك يا اخي سيفو؟ دقك دق يا اخي، استحوا وجهك. زق. تعال يد هذه مالك. لا يد اذا يا بطايق العادية، ايه ما تسوي لي ما هذا البطايق ابيض اسود ما ادري شو هذا. اوكي، بطايق عادية. تعال. اوكي، ما بس في لا ابيض اسود ولا في هال ولا شو اسمه. هال البطايق هال مال من يوجي يو لين يوجي جي اكس، بس هالكروت تستوي. اوكي، لكن ما عندي هالكارت انا. ايه اصلخك صلاح عمر عادي. هو مجموعة رافائيل. حلوة. اوف، اياتوس، ما اوكي. اسمه اياتوس، اياتوس تعرفه؟ ايه ها تعال، لا تستخدم السيف وانت عندك اوراق تيها في المقبرة، وحش عادي يوصل 10,000 على طول. ايه هذا يسكر الكرت. اوكي والله، يوم يخلي يوغي يصيح وشي قاعد يصيح كذا. نفسي فوق يصيح يعني ولا كيف؟ استانست هاي رفيع فاز على يوغي. اوه قلت اخيرا خسر قلب الاوراق. قلب الاوراق ليش؟ شو بعد منك يوغي؟ شو لا تحب يد يوغي ولا ما تحبه؟ غصب عني. اقول لك ميرا فورت ما شو ما شيء شو شيء ميرا فورس. يمكن انت ما عندك زين. شنو ما عندي صدق؟ شكلت بسوي مجموعة Elemental Hero عشان أدبك بعد.
لا 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 تقلل لا تقلل. اول لك تدري شيء نشتري مجموعه صح؟ كيف؟ نشتري مجموعه لا؟ لا انا مش المجموعه انا اسوي بنفسي. شيء اوكي نشتري مجموعه مثال مجموعه كايبه بالضبط نفسها نشتري. ماي ما في غش. جوي جوي هذا. جوي. كيف ما في غش يا اخي؟ هاي مجموعتك هاي، انت شو تبغي في مجموعتها؟ شو؟ ما في غش، وين الغش في الموضوع؟ ابى اعرف كيف قلت تشتري كروت كامله؟ فديت الحنجره بس. حنجره. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقت عندك وايد فلوس لا؟ مال اليوغي غير غير ماب اشترى واشترى مابات. اي عندي عندي. اشترى اشترى مابات. علو بيشتري لك، علو عنده فلوس. عندي فلوس بس صطي انا. ليش صطي زي ليش؟ ما بتنفعك ترى الفلوس ما تموت. انا اقول لك. هذا ما بتنفعني ادري. ايه ما بتنفعك. ادري زير ما قلت شيء بس زطي يعني إيه. في النهاية. يلا عطني. يا وقت الواحد يلا يلا. اقول لك علو تعب ينافس يشملنا احنا الحين، الحين يشملنا طلع. كيف؟ والله يعني ولا شو؟ لا سالفة يا اخي لازم نغير من حكومي خاص والله. شو شو؟ نغير وظيفة وظيفة من حكومة لخاص المسمى. كيف تغير؟ واحد منا اتصل فيه قال داون مايند باي، قال زين تعتبر ديوتي فري يعني خاص ها مو بحكومة زين؟ سووا له عطوه بطاقة بعد. واحد ثاني احب اقول لك، واحد ثاني يوم اتصل شو قالوا له؟ انت مسجل حكومي وانا سووا له السالفة. الحين هذا هذا ما يبي يروح حق هذا، وبعدين واحد ثاني اتصل عشان يسووا له نفس الموضوع. هذاك اللي شبله قال انت مكتوب حكومي الحين. هذا الحين اللي اتصل من واحد من ربعنا ما بيقول واحد من ربعي استواله ترى عشان ما يواهقه زين. بعدين سكر خط قالوا له سير الشار سي خلي يغيروا لك وظيفه وظيفه شو اسمه لا من حكوميه لخاص لان احنا خاص اصلا. بس ليش سجلونا حكومه ما اعرف. من اللي سجل الشار عندكم؟ هي هاي السالفه هاي والله لازم تغير الحين من حكومي لخاص بعدين تسوي الاجراءات كلها تعرفوا هذا. واللي حصل شو كاتب له خاص ولا هو غير خلاه خاص؟ لا مكتوب حكومي. ليش؟ لان هناك مال كول سنتر واحد كان يقول له يقول يعتبر انت خاص اصلا مو بحكومه ولا شبه حكوميه. لا لا اللي اعطوه اللي اعطوه لا حكومي مكتوب. مكتوب حكومي على كيف اعطوه؟ ما اعرف لان في التليفون بس قال قال داون ماي دبي هذاك فهم يعرف انه خاص بدون ما تشيك سيستم مكتوب حكومه ما اعرف ليش مكتوب حكومه. بعدين عرفنا الحين كيف نسوي هاي السالفه الحين. ما ادري انت بس دشيت الموقع زين. ايه دخلت مكتوب حكومي. ايه ما اقدر مكتوب حكومي عندي انا لازم الحين اسوي نفس الشيء. هذه باكر من جاره يوم الاثنين لازم اصير للتشار واسوي. هذاك السوي عنده كيف؟ لانه مكتوب له خاص مو مكتوب له حكومي. لا مكتوب له حكومي. ما كان بيسي عنده لو كان مكتوب والله استوى يا يا البطاقه بعد عمر. لو كان مكتوب حكومي بيطلع نفسك. هو سوى طريقه ثانيه ما اعرف كيف. هو بتليفون هذاك يضبطه. الو طيب قوالي كلمه يسحب علي اخي الزق عيل دقيقه بيك. لا والله طال طال شوف باي سواله سواله وراوي الحين اصبر خليه يمس برمسك على طول. كم تبغي تبغي تندق عمر؟ صدقني اذا بطايق يوغيو العاديه مو ب 1900 ها ما ادري شو ها الوقت فخم السحر شرشح كل دول. يلا اوكي يلا نشوف. انا تعرف اصلا الناس اللي لهم بطولات بطايق يوغيو ما يستخدمونه. يوغي هاد يامي هاد خرا ما حد يستخدمه لك كشره. بس لا في في بطايق جديده الحين حق فارس الظلام. فارس الظلام العميد؟ لا عميد ركن. انت ايه ايه ليش لبسك؟ انت شو بتاكل بخاشوق انا؟
وانا شو هال شو اسمه شو هالصحنه، وانا ليش هالصحنه وانا معوايه وانا والله بده ما انسى كل ذاك كان كل نعاش يصير نشتري هالسوالف تحيدا وانا ليش ملابسك وانا ما اعرف شو يقول لي انا انت شفيك انت غبي تجو كان مسوي جو هذاك تحيد فلسفه والله ها ما يتر علي دوراتنا احنا بحظنا تعرف هذا عم ما واكا موجود مشكلة لا القهر هاي يمكن بعد بروحه ما عنده ثانوية هاي ها عادي حتى ثانوية عامة ما عندك صف تاسع والله هي يمكن ما عنده هي والله ليش ايام قبل مصير ضابط وخلص ترقى ويا صف خامس ويا الوقت هي ترقى وما اعرف شنو واستوى ها وصل هني هال يعني الرتبة الحين لو شو عندك شهادة؟ باك الحين لا الحين ما توصل مكانه بعد والله ماشي ماشي عميد تعال شو عميته تعال شو تعال شو تستلم يلا تخلى انت شو تريا زي عمر هو كيف مكتوب له حكومي وقدر يسجل لم تليفون هذاك قال له كم مره اقول لك قال له ماي دبي يعتبر ديوتي فري سوق الحره يعني كله خاص ما في حكومه قال بس خلاص هو يوم قال لك خلاص بروح يتسجل يعني هي بروح سجل هذاك سوى لك كل شيء اللي في التليفون عرفت ولا ما اعرف والله بس انا اللي بس عارف شو الحين هذا استلم بطاقه شوف استلم بطاقه الحين متلعوز ما ينزل راتب شهر ما شهر طاف ما نزل ليش ما اعرف الحين ما ابي شوف هالشهر بينزل ولا لا هيك شكله يعني ما حوله خاص عرفت ولا بس استلم البطاقه بس ما ينزل أصلاً راتب الكول سنتر ما يسوون شيء ما يحولون شيء ترى انا اقول لك هالوحيد اتصل ضبطوه ترى هالوحيد يمكن هو يعرف اتوقع في شيء غلط مو بضبط شيء اتوقع في شيء غلط يمكن هو يعرف حد فاهم لكم شيء غلط ولا انتم فاهمين غلط والله انت ها عارفه ما قلت كذاب شيء مع كل شيء شفته بعيني بس شو شو ما قلت كذاب زين ما قلت لك كذاب انا اقول لك غلط يعني انت فهمته غلط او هو فاهم غلط بس هو عشان انت تسجل خاص او حكومي من هويه يعني مكتوب هم ما يغيرون خاص او حكومي بروحه يتغير هذا هو ترى الحين شو يقول ترى يقول الحين عندي بطاقه بس راتب ما ينزل عرفت ولا ما اموره كلها استوت الا من راتب بس ما ينزل بس انت تقول لي هو قدم على هذا صح هي قدم هذا نفس الشيء العادي هذا ما اعرف كيف بس هو جامعي ترى عشان يقدم عليه انا اللي عارفه بس بالموقع ما في طريقه ثانيه هي هو قدم موقع تلعوز سواه بتليفون هذاك ما عرف تم يرمسه كم شيء سواله كل شيء والثاني ما سواله سواله الحركة كل حد متلعوس فيها ترى اتوقع يعني ترى اللي غيره من الحكومي لخاص استوت له سالفه ترى بعد والاتش ار طرش ما بحق منه لان بالهويه مكتوب حكومي ما يسمعك يقول ايه ده طاش انفايت بعد خلاص لا هاك شويه كلمه ما عم يختفي الو ها الزق خلاص ما اعرف كيف سواها بس انا اللي عارف انه بس بالموقع بس ما اعرف كيف سواها زي علو انت في البنك لا ليش ما قدمت قدمت ردوا عليك قالوا لك شيء وافقوا علي بس اقول لك علو تعبنا مويد بي فلوس اقول لك علو يا اخي بلعومي مويد بي ترى نزلوا رواتب والله شو نزلوا رواتب؟ معناته الجريد بان 5 قبل رواتبه شيء 40 الحين رواتبه 29 ما وصل انفايت والله اكيد عشان ما ننافس نزلوه ما اعرف والله ما في انفايت والله يعني هذا تحت المانجر تحت المدير بدرجه كانوا يستلمون 39 يعني 40 الحين يستلمون 29 ترى اللي دار متى غيروا تو؟ من كم شهر تقريبا شيء حتى بيغيرون شيء مسميات وظيفية ترى والله وبس قال تعال شو قال يا ها تعال شو قال لي قال لي يب اول بس خلص قول لي طاش فايت زين عادي بلعب شيء زين قال اهم شيء عندك هالورقه اول عقد بينك انت الدوام تعرف اول ورقه ايه ادري ترى هم يطلبونها ايه انا اوكي انا عندي ها مو مضيعنا
اوكي، هو قال الورقه صح؟ اهم شيء يكون عندك. اهم اوكي، ورقه. معناته قدم بالموقع. كيف بيطرش لهم الاوراق بالموقع مو بالايميل؟ ترى هذا شو اقول لك، مكتوب حكومي. بس كيف استوى ما اعرف، انا بروح علق بعدين، بعدين اتصل استوى. مغطوب مغطوب يا اخي. انا مشكله دخلت الحين، ترى شو قاعد يكتبوا لي اشياء مهن ما اعرف شو، مع مجال ما كم شيء، يبغى اختار ثلاثه، هات ثلاثه ولا شيء انا اسوي. بروحي ما اعرف شو اسوي. كيف ما فهمت؟ يوم دخلت الموقع زين، في تختار ثلاث مجالات من مليون اوبشن عطيني، زين لازم اقل شيء تختار ثلاثه. قاعد ادور اي شيء يخص صلاه فيني في الدوام، ما في. مو بس من الدوام، بس الشغل كيف من المجال. قول لهم انا شركي والله. شايف بتشايف اكتب بناء ما شو بألف انا اخر شيء. زين يطلع لك اكس صح؟ اكس ما اتذكر. المهم اختار ثلاثة. يطلع اكس في الموقع ان مثلا الشروط، ترى يكتب لك الشروط اللي انت صح فيها يحط لك صح. الشروط اللي هاي يطلع لك اكس، يعني نفس حكومي يطلع لك اكس عليه صوبه، يقول لك هذا من الشروط انك لازم تداوم في القطاع الخاص، فيطلع لك اكس. عرفت؟ هون على اساس انت في الحكومه يعني شيء. فهمتني؟ لا 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 لا، ما يطلع لي هالطريقه. بس لازم اختار بلا ملف شخصي مالك، الملف الشخصي مالك. وصل لك انفايت ولا لا؟ والله ما وصل لي والله. عمر لا تيجي تستهبل ها؟ والله استرش الحين انا. عمر الزق يا ستريت جول. هي تيجي الحين؟ طلب علقت. اوكي. فلوس فلوس ها عمر، فلوس ها فلوس بعد زيادة يعني، خلي حق غيرك يعني. فلوس فلوس. رأيك توقعه بيتم بعد 2027 ولا بيوقف؟ شو هذا؟ بيوقف هذا مال نافس يعني، قالوا 5 سنوات بس يمكن يكملون يمكن لا. اكيد بيكملون، خلاص الناس تعودوا له ما بيوقفونه. ليديز فيرست. بس الحين لازم يقدمون هالشركات الخاصة والله. شو؟ القحبة قصمهم، هاي الشركات الخاصة حرامية. الناس ما تقول نقص رواتب او انه. ايه. والله لازم يقدمونهم. صح، انتوا عندكم ياسين يوظفون الحين ولا بعدهم؟ لا قص قعدك، ترى انا الوحيد الموظف شفته بروحي، كل شفت فيه واحد بس. ترى من شهر واحد كل بيقيمون الشركات. بيشوفون هاي الشركة فيها النسبة المطلوبة اللي هي اتوقع 70% مواطنين شيء شي، اذا هالنسبة مو موجودة يخالفونهم. مشكلة شو بيشوفون؟ ادارة كلها مواطنين يعني شيء عادي. شو بيشوفون؟ ايه ترى هم بيشوفون كل اقسام. انت شو، انت دبي اسلامي كلهم مواطنين حتى ابو ظبي تقريبا. لا في سلامات، بس حاليا هي وايد مواطنين فيه. يلا جبني. شو جبني حبيبي؟ اسمي حميد. تزلك تفاني تركي ويا بعض حبيبي. والله حبيبي مو حبيبي بالحاء مو بالهاء. ايه والله في لاق يا اخي. لو اعطوك مال نافس لا تنساني. اوكي انا؟ ايه انت منو يا ابوي؟ ها من الحين نسيتك. اخوك المسكين يا اخي. اليكس يبغى ليش ما يقدم نافذ زين؟ تعال 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 وين 50 دولار؟ 50 دولار قلت ما تبغى انت لا؟ سير الزق والله والله ابغيه والله. والله قلت ما تبغى والله. شو انا شو خسرني؟ سير الزق. ماشي دليل ماشي دليل ماشي ماشي دليل ماشي ما في دليل بس انت خليك صادق يعني. قلت ولا ما قلت؟ لا حبيبي انا صادق انا قلت لك. اوكي قول والله ما قلت. ما قلت. والله اذا حلفت والله العظيم بعطيك والله. اوكي عطني يلا ابغيهم. ها يلا عطني ابغيهم. اذا حلفت انك ما قلت والله بعطيك والله. السفه يا عمي زقي احلف زين والله بعطيك الحين بعد والله. مو بلازم في كل شيء حلفان علم. مو بلازم. لا ما صدقك عرفت.
لا انا لا اللي اتذكره، انا اللي اتذكره انت قلت يا مابا. انا اخوك يا اخي، انا اللي اتذكره انت قلت مابا. لا يمكن انا اكون غلطان، فاحلف اذا انت قلت يعني. اوكي اوكي خلاص بحلف. زعادي احلف كذب سيف، احلف كذب بعد سيفو. انا عادي احلف كذب شي اهلي سيفو، يحلف كذب تحصل $50. لا لا ما بحلف كذب عشان $50 خسي. شو سيفو انا شو بس وقت احلف ايام النعاش كنت تسبح، بس ايام النعاش في الحج احلف كنت تسبح. عمر تتوقع لو قلت هالكلام سيفو بيحلف ولا؟ اوكي 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 عمر عمر انت سألني السؤال، لا انت كنت تسبح ولا لا؟ والله هي والله عليك ترش ماي على نفسك بس لا تستخرب. زين رش ماي على نفسي كيف واحد كيف يسبح هي؟ رزق العمرة شو؟ لا ناس يسبحون نفس الناس. اوكي عمر اسبح ماي صابون صح ولا ما اطلع الحمام؟ الظاهر كل صابون زقي. بس اهم شيء اسبح. هو انت تركي؟ والله اسمع اكثر منك انا تستخرب كذاب خرطي عمر. وايد اسال عليك تركي. اسمع اسمع اسال يا عمي. اسال في النعاس تسبح؟ بس اسال شو بيقول خليه يحلف. وقف في النعاس تسبح؟ قسم بالله قسم. كم ما يقول والله العظيم عمر في تركي. والله العظيم تركي انت. جاوب جاوب على السؤال. انا حلفت الحين. انا حلفت خلاص. انا حلفت. حلفت شو؟ حلفت. انا حلفت اولنا اولنا شو اولنا حمامات كلها وسخه ما في نسبح ولا نصير نزق اولنا كذاب. اسبوعين ما تزق؟ اسبوعين انا ما زق. اقول لك عزق حمام نسيت كذا اضربك خطي خمس دقائق من عشر دقائق بس عشان اسوي. اوكي 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 يا بابا اوكي 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 كذاب. اوكي ما يجاوب شو عندك؟ ما يجاوبه ما يسمع. والله هذه كذاب. والله جاوب. عشان اسوي يا اخي شال المجموعه الخرا هاي تعرف عمر كل زق كل زق. اوكي صباح اوكي قاعد اتوقع هو يسبح بعد مع السلامه. ما يسبح مستحيل. ما اتوقع يسبح. احسه ما يسبح متفيج. صراحه منو يتفيج اصلا صراحه يعني. شو من يتفيج؟ اقول لك ما في تراب. شوف صدق وسخ عيال. والله حبيبي تعبان. انا تعبان هل كان والله ما بتسبح برقد بعد. شو والله الزق والله التركيه والله العظيم اصلا ليش ترقد اصلا؟ ما فيني حيل اسبح اصلا. ما فيني حيل اسبح كيف والله انا اسبح كنت. هني بعد الجيم ما تسبح وانت مرتاح في البيت تحسسني. والله احيانا ما تسبح يصير زق. حلف والله حلف والله والله يحلف. والله انت بروحك قايل لي والله شو. والله انت بروحك قايل لي بالزق. شو اي من الجيم ما اسبح؟ والله ترقد على طول. والله خسي والله العظيم ان انت اللي قايل لي. والله وين دليل؟ والله شو وين دليل؟ اطلع دليل من وين يعني؟ من جيبي ولا من طيزي؟ والله وين دليل؟ والله اوكي احلف انك ما قلت. والله ما قلت عمر. بلع والله العظيم قلت عمر. والله والله ما قلت. والله قلت. والله ما قلت. علو تعرف شو يقول لي؟ هو يقول لي وانا شو يصير النعاش وانا شو زين حمام موسخ ما اعرف شنو شيء. اقول لك لا يصير يزق ولا يصير يسبح ولا يصير يصير اي شيء. تفهمني كيف؟ والله ما فهم شيء. ايه يوم دش التجنيد قال علو شهرين ما رحت ازق. شهرين تعرف شنو شهرين؟ عمر كذاب. والله ما كنت تقول اتوقع هاي شكلهم يحطون شيء في الاكل ما يخلونا نروح حمام. ما كنت تقول هالشيء؟ عمر عمر لا ما قلت. اوه اقول وقت تبعت اسبوعين ما سبت اغار معسكر شو اسمه ما عندي سبت معسكر. حسبي غالبا شو اربع شهور ما زقيت اربيعك ابعد. والله ما اعرف شو السالفه ترى. هاي بطاقة بشيلها انا. هاي شو اسمه؟ ماسك تشينج. هي يا ابوي شال الزبنات يا ابوي. هاي شباب احب تختفي. تزيل النار في القلوب شاشة روحاني. انت شو تسوي؟
كيف؟ سيفو بوحش واحد 1900 أنا وحشين 1900 قالك شو هالكروتة اللي عندك هاي؟ اهجم 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 بس بالمثل اهجم اهجم شوي ما اقدر اهجم ليش شو تسوي انت مسوي شيء ما اعرف شو السالفه عشان تحط طاقه تحت ما اعرف والله أهجم. اوكي لا خلاص يا ولد كروتي والله كروتك كروتي تمسخ علي والله كم قوته هذا فلاش ما يتاثر في الفلاش شو اللعب يا ابوي زخر هذا شو سيوا تعشى بيقول شو أنتوا أغبياء حاطين هاس أتمنى هذا الشيء اللي الحين ما حد خسر شفت؟ على المفروض أصلاً هاي كم راوند لعبنا الحين ما حد خسر هاي لأن شو اسمه كروتنا زق إيه ما صرت قدرة ليش؟ آه أوكي شو هاكروتك كل ساعة تجيب شيء منها ما شاء الله قمت تلعب في هالمجموعة بعد يعني تعرف تلعب فيه ممكن وخشو إجازة ولا مرضية؟ لا مرضية يوم واحد بس بس يوم؟ اي بس يوم كان خلت أكثر لا لا ما يخاف يخاف يخاف
خاف وقته والله يخاف. خواف ايه خواف خاف. سعيد يقول اسمع كلامي. ان شاء الله سعيد. شاك السعيد يخليه يلعب البي عدو بريد يمين. شاك السعيد الوحش. بعدني ما سويت شيء. خلاص تسلم خسرت خسرت خلاص مسخرة. اوكي ما يبغى له شيء. اوكي مشكور. والله كم جيم يا اخي كم راوند يا اخي الحين ما حفاظ شو. اخي يمكن 16 راوند. شو يعني تو ليفل 1 2 1 شو يعني؟ يا الله اختار ليفل. واحد اكيد كاتشر يكون. لا حد عندك انا عم اي لا بغا اختار واحد تبع اربعة. اوكي بس لحظة يا اخي الليفل 12 شو يبي يستوي زين ما فهمت. عم بتعرف اذا اخترت ليفل 1 اللي مثلا ليفل 10 كيف؟ شوفها كم؟ خيبها ما يدمر؟ لا يدمر. كيف عيل؟ كيف؟ هو ما يدمر. كل ما يدمر سيفون كتش دمره. خلاص تسلم. لا اصبر 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 اصبر. ها ما يدمر. كان بي ديستروي بايب. اوكي ما يدمر صح. يا اخي انا ما قريت الكرت. اذا وحشك اقوى؟ والله حرام. ايه شو الحظ حظ زق والله. شو اسوي انا خلاص يلا استسلم على خيته يستسلم تعرف هذا في لاق في لاق في لاق ايه 15 وايد بعد في لاك في لاك. يلا بعد ترى المشكلة لا المشكلة بالحظ عمر والله. شو حظ لازم تسحب يعني تسحب كروت اوكي من اول الجيم. ازاي ابدا اول شيء انت ليديز فيرست ترى انت تسحب كارت زياده ترى يوم تبدا ثاني عادي اوكي والله طاير جايدن تقريبا نفس يوغي تقريبا لا لا مو نفس الشيء احس شيء قريبه وما شو هذا ال زين بس ماشي عنده ماج لا عنده مبدا متاكد انه عنده انا شو
كروتك انت عندك كروت دوم تسحب تسحب من الها زقي حسدي صبي على هذا وقت الاخبار تعال شوف المعسكر حسدي كلي يحسد حسبي حسدي كلي يحسد ما تشوف طبعا بس ساي يحسده عندك بيزات عندك منشور عندك كروت عندك منشور كل شيء ما تشوف حسدي قلت له انت اقصو عدو تواس تواس تكر النمر على الموتى ما نشوف لا بحط بحط تسمع غرلة غرلة والله اتعبوا في امريكا اللي يقول غرلة ها القافة للناس غرلة يعني قوي ترى والله ادري عاد تشوف ها ماركات مال الجمع وايد شركات تحصل اشياء شي غوريلا مكتوب شي غوريلا لازم عمي قسم الحظ لا كل يسب كل يسب كل يسب حظ نفس وجهكم وش اسوي بعد؟ يوم جيت فلسفت انا عارف هذه ورقتين ورقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه حسب ما اعرف الحين destroy all traps لازم نسوي بعد يبغى الزقها يا الله ايوه استوت اكثر بطاقه احبها انا مجموعه جايدن انا مو بقول بطاقه اكيد تحبها بعد اوه ايوه شو ما عندك واحد دفاع عشان تقدر تستوي لعيونك راشد لعيونك الفوز وقت والله يباين على كرت ماجد تعرف هذا؟ ليش؟ زين قاعد اللعب هناك والله يباله تعرف هذا؟ يا دوم ليل انت ده؟ دوم ليل هي يا زين يا استسلم 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 لا تضيع وقت لا تضيع وقت لين ما بتلعب كراش خلاص نزل نزل كرت ماجد كيف؟ غبي بطاقة قوية هاي مفروض هل دستروي ما ايش هل سبيل و وهل الاخضر ما ايش اسمه تراب تراب انا كسرت الكلمات بعد شو ريدن ريدن هاند اوف ذا شركي لايت عيونك اما عيونك اهجم عشان اقول تو بي كونتينيو
هجم هجم انت تبي كونتينيو حقا خلصت تبي كونتينيو Are you fucking kidding me? يا الله شو يسوي؟ شو؟ اوكي بوكس تعال هالبطاقة ترى زمان في ايدي تعال هذا دارك هولي فيجن سمن بعدها اوكي شو كل مرة تجيب الوحش تجيب الوحش ذبحنا يا الوحشة هذا هذا الدفاع ما يموت شو خلينا نخاطر شوي بعد اندماج كم اندماج ها عنده خيب انت شو داخل اليوتيوب كاتب احسن تشكيلة ولا كيف يعني اوكي والله ما اعرف خلاص اوكي اوكي هالكات اوه تاكي مارشميلو اقوى بطاقة في اللحمة شو استوى كارتك ما تدمر
You cannot be destroyed by battle or card effects. مكتوب ولا مو مكتوب؟ يا الله مو بس مكتوب مكتوب بعد. استغفر الله. استسلم. استسلم. Cannot be destroyed by ما ما أسوي شيء. استسلم. تري تري تري. بس اذا كان دفاع تحاول الدفاع تذبحها تقدر اتوقع انا. لا لا ما يستوي ما يستوي. متاكد؟ ما يستوي. مستسلم اضيع وقت. اوكي. اوكي بس اوكي طيب من الصبح اتكلم اخش حاط ميوت المهم بطلع انا يا ساتر فيه يلا عمر اوكي اوكي شو الفايده ها ما يتدمر بس هو اضعف كان عندك قدرة ما اعرف شو اي قدرة هاي وحش عندي انا ما اعرف شو قدرته اوكي تو هابينا اوكي 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 هلك تبغي يس حظي يوقي اوكي صراحة انت مو مستواي كيف؟ أنا مو مستواك أنا مو مستواك طبعا يعني أنا أعلى منك والله في نص دقيقة تسوي الوقت والله ما
ما يدمر ولا عادي عادي. اوكي مقطوب ولا مو مقطوب يا اخي؟ في بعد قدره خلاص بكسر والله. اجرب جرب. ايوه ما بجرب الحين خلاص. تركي ما استفدت شيء بس اوكي. اوكي خيبه يعني ما ها مش هيرو مجال هيرو ما في وحش قوي شي وايد خارق. اتوقع ان الطاقه هذا ترياهم متى عندك سيفو تدعي سيفو الطاقه السادسه. يلا ابغاك تهجم الحين. يلا ابغاك تهجم. يلا عفا عليك. يلا اذبح المدافع. اعرف تكتيكك. ايش سويت الحين؟ ما سويت شيء. هل البطاقه مو فاهم مني انا مال ماي؟ ها شو يعني؟ اشوف بطاقتك. اوف الحمد لله ما اعرف شو تسوي. الحمد لله والله محظوظ بزقي. الحمد لله شو يعني؟ شغله الحمد لله ما رجع شغله الحمد لله. وقت فزت انا زقي فزت زين. شو بسوي؟ وات ذا فاك مان. راي جيكي بعد عنده وعنده كل هالاشياء وانا ما عندي هالاوراق الزق هاي. اوه يس شكرا ياس. والله حط زق والله. نزل كابتن ماجد. لا خلاب اخر من العب هذا. نزل كابتن ماجد ما تنزل من العب هذا. شو كابتن ماجد؟ ما يا عمي ما اعرف العب كابتن ماجد انا. انا ابراهيم ما اعرف. ما ابغى العبها يا اخي. عشان اشقك هناك راسي اشقك بعد. استغفر الله والله ما اعرف شو الكروتني الزق الحظ والله. نزلت وما نزل جواد.
عمر يا اخي ما ابغى العب هاللعبه. لا زق نزل نزل شكل بنيتش اللي يسوي اللعبة هاي. انت بعرف انت وين سويت المجموعة؟ هالمجموعة اكيد مو انت مسوينها. مجموعة زي مو بقوية ترى. وين بقوية عمر؟ خلاص ذبحتني كل مرة طول الجيم تسحب اوراق من الها. فوز عليك انت ماجد بقعدك. اشكره في يوتيوب.